بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم جميعا في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية. بيحتم علينا العقل والمنطق أن نذهب لكي نفكك هذه المعضلات الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية من شرقها إلى غربها. في شمال إفريقيا الكثير من المعضلات والمشاكل الإرهابية، الإرهاب الذي يتمدد في منطقة الساحل والصحراء، والخلافات بين بعض الدول العربية، والقمة العربية المرتقبة خلال الفترة القادمة، وما تحمله هذه القمة من أجندة للتغلب على بعض التحديات ومحاولة التقاط بعض الفرص. من الناحية الأخرى من العالم العربي في مشرقه، حيث المشاكل المزمنة في سوريا والعراق ولبنان، أيضا ما جرى خلال الفترة الماضية من مشكلات استفحلت من هذه الجرأة الحوثية على بعض الدول العربية الشقيقة، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، وهذه البلطجة الحوثية الإرهابية المدعومة من بعض القوى الإقليمية ربما جعل الموقف مشتعلا وملتهبا، وجعل العالم العربي يسير على أطراف أصابعه يبحث عن حلول للتغلب على هذه التحديات ومحاولة التقاط الفرصة لتحقيق تنمية مستدامة من خلال القضاء على الإرهاب والقضاء على الميليشيات الموجودة في بعض المناطق العربية، عودة الدولة الوطنية العربية إلى ما كانت عليه، محاولة بث دماء جديدة في العمل العربي المشترك، محاولة وضع خطة شاملة لكي يلتف العرب حولها من خلال عمل عربي شعبوي حقيقي. ربما هناك الكثير من المؤسسات التي تعمل في هذا الاتجاه، منها جماعة الدول العربية، والآن نحن على موعد مع مؤسسة أخرى، مؤسسة ذات أطراف متعددة بتعمل من خلال آليات تشريعية وآليات برلمانية، وتعمل أيضا من خلال التنسيق الدائم والمستمر الواعي مع الدول على مستوى الزعامات على مستوى البرلمانات، وهو البرلمان العربي. يسعدني ويشرفني أن ألتقي برئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي. أهلا بك سيادة الرئيس. مرحبا، صباح الخير، وتشرف بوجودي معكم أخي الكريم. هناك ورقة بيتم التلاعب بها كثيرا وإشهارها كثيرا، وهي ورقة ما يسمى بحقوق الإنسان المهدرة في المنطقة العربية، وهذه الورقة هي ورقة سياسية في المقام الأول للضغط على الدول العربية لاتخاذ قرارات لمصلحة الجهات التي تطلق وتنشر هذه التقارير المزيفة بشكل كبير. يعني البرلمان العربي كان له موقف معلن في مجابهة هذه الأوراق السياسية التي تستخدم في غير محلها. تعليقك على هذه الجزئية من مؤامرة شاملة للسيطرة والضغط على متخذ القرار في الدول العربية. اولا يعني اؤكد لك بان احنا كبرلمان عربي وكمرصد عربي لحقوق الانسان لسنا بضد اي دعم لاي جهود في اصلاح اي خلل في منظومه حقوق الانسان على المستوى العربي باكمله، لكن ضد ان يكون هذا الملف هو من الملفات التي يتم فيها اضعاف الدول والضغط على الدول وابتزاز الدول. ملف ليس ملف جديد أو حديث، تم استهداف قبل يعني في الثمانينات والسبعينات أطراف غير عربية، الآن تم توجيه هذا الملف للدول العربية، وهذا الملف يعني سويس، وللأسف يعني احنا كتقييم كمرصد عربي لحقوق الإنسان أنه ابتعد عن موضوع دعم حقوق الإنسان. أوضح لك الصورة أفضل، في هناك مبادرات عربية جدا مهمة، وفي هناك نقلة نوعية ليس فقط نقلة بل قفزة في موضوع دعم حقوق الإنسان في مملكة البحرين مثلا. هناك الكثير من المبادرات على مدار السنة، أطلق جلالة الملك مملكة البحرين ثلاث مبادرات جدا مهمة لم يتم الالتفات لها، لم يتم الإشادة بها أو دعمها.
جمهورية مصر العربية الآن في مرحلة يعني أخرى، استراتيجية جديدة في مفهوم جديد الآن في الدولة المصرية للتعامل مع ملف حقوق الإنسان. الآن ما تقوم به الدولة المصرية جميع المؤسسات ليس فقط المنظمات المسؤولة عن حقوق الإنسان، لكن هناك في تناغم مصري واضح في دعم ملف حقوق الإنسان، لأن في هناك إرادة سياسية واضحة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذا الملف، لأن أين هم؟ هم يسيبوا المشهد بالكامل ويروحوا حق نقطة بسيطة ويعولوا عليها. طب المشهد بالكامل تغير في جمهورية مصر العربية، الآن مفهوم جديد، الآن موضوع السجون الآن دخلنا في مرحلة مش موجودة لديهم. صحيح. لماذا لم يتم دعمها؟ لماذا لم يتم الإشهاد؟ لماذا لم يتم إبرازها؟ إذا أنت شفت فيني خلل وشفتني أنا قاعد أصلح من نفسي، لماذا لا تشجعني؟ لماذا تحبطني دائما؟ إذا لم يكن صادقا في النصيحة، لم يكن صادقا، لا ملف حقوق الإنسان أو لم تكن نصيحة، لا هم لا, لا 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 نصيحة ولا خوف على هذه الدول ولا. صحيح. أساسا هم المواطن المصري أو موضوع حقوق الإنسان بشكل، هو ملف احنا يعني في مثل البحر ما اقدر اقول لك، لكن هو ما تقتنع مهما تعطيه من شواهد ومن حقائق لن يقتنع، يعني لم يقتنع، يعني ما هو هذا دوره، هذا ملف مهم وملف كل دوله عربيه عندهم ملف لها، متى ما ارادوا اخراجه حيخرجوه، هم استهداف. لذلك المرصد يعني نعول على المرصد انه يكون له دور مهم ليس في التعامل مع هذه الاطراف، هالاطراف احنا يعني شايلين ايدنا عنهم لان مقتنعين انهم اطراف مسيسه، دورهم استهداف الدول العربيه وابتزازها، لكن احنا نتعامل مع الاطراف اللي نلتمس لديهم المصداقيه في التعامل وابراز هذه الحقائق. بدينا نغير بعض المفاهيم حيث ان اكتشفنا في بعض زياراتنا للدول الاجنبيه بشكل عام لدينا ان المعلومات عندهم ناقصه، ان هناك يعني الحقائق مش موجوده وانهم يعتمدون على مصادر مش بس مشبوهه ولا تحمل اي مصداقيه. المصادر هذه اساسا تدار من قبل مخابرات دول يعني تضمر الشر للدول العربيه، وهي دول اساسا تتدخل في الشان العربي وتدعم كل التوجهات سواء الارهابيه والامور هذه. فالامور بالنسبه لنا اصبح كمارسن المشهد واضح، لذلك احنا نطرق ابواب المنظمات التي نرى ان فعلا هي صادقه ولديها مصداقيه، وبدينا الان يعني نفتح اليه عمل معهم، بدينا نغير، لان للاسف يعني الموضوع حقوق الانسان اخذ اكبر من حقه، وهناك اصبح بالنسبه للجميع هناك استهداف واضح لدول عربيه بعينها. سيد الرئيس، هناك قضيه اخرى تهدد ليس فقط الدولة الوطنية إنما تهدد بقاء الإنسان عموما في المنطقة العربية موبوءة بالإرهاب، سواء الإرهاب في سوريا والعراق وداعش أو القاعدة في اليمن وفي دول الساحل والصحراء، والتمدد الهائل لهذين التنظيمين داخل الفراغ اللي موجود في منطقة الساحل والصحراء مما يهدد دول شمال إفريقيا على وجه الخصوص. كيف يمكن البرلمان العربي أن يسوق فكرة الوعي من مخاطر الإرهاب وتمدده وتجذره ومحاولة سيطرته على القرار في بعض الدول العربية؟ والله شوف، احنا أطلقنا مبادرة في شهر يوليو الماضي ولمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لأنها منطقة مهمة مرتبطة وليس فقط بالجانب العربي لكن بجوانب أخرى. الآن احنا في تنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، مع الأمم المتحدة، مع البرلمان الأبيض المتوسط، مع الدول الساحل الخمس، مع بعض الأطراف ليكون في هناك مبادرة لمكافحة الإرهاب. الإرهاب لا يمثل خطر فقط على الدول العربية، ممكن يعني تتفاجأ بأي عملية إرهابية في أي مكان في العالم. مقومات الإرهاب يجب أن تحارب، ويجب أن قبل لا يكون في هناك محاربة الإرهاب يجب أن يكون في هناك محاربة للفكر المتطرف اللي هو أساساً اللي بيقذي الإرهاب. صحيح. فأنت لا تستطيع لا 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 لا, لا يمكن أن يكون هناك فقط محاربة الإرهاب، محاربة الفكر المتطرف، ويجب أن يكون لدينا مناعة، يجب تحصين نفسنا من هذا الفكر عندما يكون، يعني أنا بالنسبة عندنا الوقاية، بالنسبة للوقاية من الإرهاب أهم من محاربة الإرهاب. صحيح. يجب أن يكون لدينا خطط للوقاية من الإرهاب. كثير من الأمور يجب أن يكون هناك يعني
رغبة أو يكون هناك آلية دولية. هذه ليست مسؤولية الدول العربية. الدول العربية أكثر دول عانت من الإرهاب، اليمن، ليبيا، العراق، سوريا، كثير من الدول، حتى دول الخليج، حتى مصر عانت من الإرهاب. فمحاربة الإرهاب يجب أن تكون في هناك إرادة أممية، لكن المحاربة يجب أن تكون بشكل صحيح بعيدا عن استهداف الدول. عندما تأتي دولة مثل مصر تواجه الإرهاب ويتم التصدي لهذه المنظمات الإرهابية، على طول يدخلون في ملف حقوق الإنسان والأمور هذه. يا جماعة قاعدين يحاربون أطراف تستخدم أسلحة في استهداف الجيش واستهداف مدنيين. يقول لك الحوار، يقول لك حوار، حوار مع إرهابيين عمره ما يكون في حوار. الإرهابيين يتم التصدي لهم لأنها ليسوا منظمات سلمية أو منظمات مدنية. يجب تشجيع الدول التي تحارب الإرهاب، بل تقديم لها الدعم الفني والدعم اللوجستي لمحاربة الإرهاب. الإرهاب ليس خطرة مثل ما تفضلت، ليس خطرة على الدول العربية، خطرة على جميع دول العالم. هناك كثير من الدول عانت من الإرهاب، أمريكا عانت من الإرهاب، الدول الأوروبية تعاني من الإرهاب. فيجب أن يكون في هناك إيمان بأن محاربة الإرهاب يجب أن تكون من الجميع، ليس مسؤولية الدول العربية، بل تشجيع الدول العربية التي تعاني من الإرهاب والتي تواجه صحيح. الإرهاب. سيد الرئيس، هناك بعض الدول الأوروبية بتقدم ملاذات آمنة وإقامات آمنة ودعم إعلامي ودعم مادي ودعم استخباراتي ودعم معلوماتي لبعض المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية في الدول العربية وفي مصر تحديدا. يعني كلمة من رئيس برلمان عربي منتخب إلى هذه الدول، هم بيحتضنوا أفاعي سوف يعني تطولهم قبل أن تطول هذه الدول، كيف يمكن أن يكون هناك خطاب أو رسالة عاقلة من جهة منتخبة إلى هذه الدول تحذير ألا تحتضن هذه الأفاعي؟ هؤلاء الشخصيات أو هؤلاء الأطراف هم أساساً خطرهم على الدول الأوروبية أكثر من خطرهم صحيح. على الدول، لكن الآن مصلحتهم أنهم يهدأوا أساس أنهم مطلوبين من الدول العربية. هم هؤلاء خطر عالمي، هؤلاء يديروا منظومة إرهابية عالمية، لا يديروا فقط، وهؤلاء يؤمنوا بأن يعني هم أساساً يكفرونهم صحيح. فتكفير صحيح. في التكفير أساساً يعني هذا أمر خطر جداً. فهم للأسف لا يعول لهذا الخطر. أنا بالعكس إحنا نقول لهم إحنا مع حقوق الإنسان ومع دعم الحريات، مع كثير من الأمور، لكننا ضد الإرهاب ويجب محاربة الإرهاب ويجب عدم إعطاء أي طرف ممكن أن يكون يدعم الإرهاب أو يقوم بعمل إرهابي. لذلك يجب عليهم أن يراجعوا تقييمهم لهذا الأشخاص تقييم صحيح دقيق بعيدا عن استهدافهم للدول العربية أو نكايتهم في الدول العربية. بالعكس هناك تجارب عربية مهمة في مكافحة الإرهاب، يجب التنسيق مع الدول العربية لمنع هؤلاء الأطراف من أن يكون لديهم القدرة على القيام بعمليات إرهابية. خطرهم هؤلاء ممكن وجودهم الآن خطر على ممكن يدير عمليات إرهابية دون أن يعلموا داخل الدول الأوروبية نفسها أو داخل الدول الأجنبية أو الدول غير عربية. صحيح. يجب يعني لا أتمنى ذلك، وإن شاء الله ما يكون عندهم بعض الشواهد اللي تؤكد كلامنا. حدثت طبعاً. صحيح. أي طبعاً. صحيح. يعني هناك من يشكك في النوايا المصرية داخل إثيوبيا ويصدر الكثير من الشائعات أن مصر ضد التنمية في إثيوبيا، لكن أنت جلست مع كل المسؤولين المصريين تقريباً بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء والمسؤولين واطلعت على حقيقة النوايا المصرية. كلمة للشعب الإثيوبي في هذا الإطار. أولا الدولة المصرية دولة رشيدة ودولة عاقلة وتدير الأمور بحكمة. رسالتي للشعب الإثيوبي أن أنتم يعني احترموا هذه الحكمة المصرية أولا، وأن أنتم مصيركم مشترك على المستوى الأفريقي، ولا تعرضوا الأمن الأفريقي للخطر، وابتعدوا عن التدخلات أو تشجيع الأطراف الأثيوبية التي تعتمد على التدخلات التي تحصل على دعم من خارج المنظومة الأفريقية. هؤلاء الدول التي تدعم الآن التوجه الأثيوبي ليس حبا في أثيوبيا، بل كرها واستهدافا لمصر بالدرجة الأولى وللسودان للمنظومة العربية. يجب أن تعوا بأن مصالحكم مع الدول العربية أكثر مصالحكم مع أي طرف آخر. يجب عليكم أن تتحملوا مسؤولية حماية المنظومة الأفريقية التي الآن تعاني ما تعاني من مشاكل ومن صعوبات الحرب والمواجهة. ليس في صالحكم، أنتم دولة الآن تريدون التنمية،
التنمية يجب أن تبتعد عن الحروب، يجب أن تبتعد عن تبني النزاعات التي لا يوجد فيها أو لا تحقق لكم ما تريدونه. الدولة المصرية دولة رشيدة، التوافق والحل السلمي هو الأساس. يجب عليكم أن تضغطوا على هذه القيادات التي الآن لديها يعني لديها رغبة شخصية في أنهم يتعاملون مع الملف الأثيوبي لتحقيق مكاسب انتخابية، والكلام هذا اللي لن يأتي إليكم بأي منفعة. عليكم بالضغط على القيادة الأثيوبية لكي تتعامل مع في موضوع ملف النهضة التعامل اللي يحقق لكم أنتم المصلحة. سعادة رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي، شرفتني، سعدت بهذا اللقاء، شكرا لحضرتك. شكرا لك.